إكسبريشن ويب هو برنامج لتحرير صفحات الويب وتصميمها بشكل بسيط وسهل. لتشغيل البرنامج ما عليك سوى فتحه بالطريقة التقليدية عبر الضغط على ابدأ ثم اختيار مايكروسوفت إكسبريشن ويب. بعد ذلك تظهر لك الشاشة الابتدائية للبرنامج وتظهر على الجوانب العديد من المكونات التي تساعدك على إتمام أعمالك بصورة ممتازة. لإظهار أو إخفاء أجزاء المهام قم بالضغط على رمز X الموجود على كل جزء من أجزاء المهام، ولإظهارها مرة أخرى قم بالضغط على Panels وقم باختيار الأشرطة التي تود عرضها مثلا Toolbox. يتمتع برنامج إكسبريشن ويب بمجموعة خاصة من أشرطة الأدوات التي تتولى القيام بالوظائف المتاحة، فمثلا شريط المعلومات يظهر بأسفل نافذة البرنامج يقوم بعرض المعلومات عن الوضع الحالي لبعض وظائف البرنامج بالإضافة إلى نوع الملف الذي تقوم باستخدامه. أيضا يظهر لك شريط لتنسيق النص المراد كتابته على الصفحة. نافذة التصميم هي أول ما يتم تنشيطه بنافذة البرنامج، والمراد منها هو تحرير محتويات الصفحة أو الموقع الحالي.